القنادس العملاقة هو عيلة منقرضة من القنادس اللي بيرجح انها انقرضت قبل 11 ألف سنة وصل طوله لمتر وثمانين ووزنه على أقل تقدير بوزن إنسان بالغ وبيعتقد العلماء ان القنادس دي تعيشت مع البشر فيما تسمى اليوم بأمريكا الشمالية وبرغم التشابه بينها وبين القنادس الموجودة حاليا لكن نسبة المخ للجسم كانت أصغر عند القنادس العملاقة وده اللي خلاهم عندهم القدرة على بناء السدود زي ما بتعمل القنادس الحالية